كان مؤتمر عن جد كتير عميق من الكثير من الجوانب القانونية والاجتماعية والسياسية والثقافية، اتطرق لأمور عديدة وخاصة للأزمات والمشاكل التي بتعانيها المرأة ببلدان عديدة بالمنطقة، وخاصة بالأجزاء الأربعة من كردستان، خاصة في ظل الاحتلال التركي والهجمات التركية والاستهدافات التركية اللي بيتم من خلالها استهداف النساء القياديات الرائدات في المجتمع الكردستاني، والهجمات اللي عم تطال الجغرافيا الكردستانية والتغيير الديموغرافي اللي عم يطال كردستان. وفي اليوم الثاني طرقنا أكثر شيء على فكر وفراديغما المفكر الكردي عبدالله أوجلان في سبيل مسيرة حرية المرأة، وتبين لجميع الحاضرات أنه في انتهاك كتير كبير بحق هيدا المفكر اللي له معتقل بجزيرة إمرا لأكثر من ربع قرن تقريبا. بمخرجات المؤتمر كمان اتطرقنا وكان في بنود كتير أساسية أنه يصير في حملات دولية إقليمية من أجل مناصرة حرية القائد والمفكر الكردي عبدالله أوجلان، ومن أجل تحرير المرأة بجميع الجوانب، ويكون في منصات ويكون في شبكات دولية وإقليمية من أجل اتحاد هالجهود التي تقوم بها النساء بمختلف بلدان العالم لتصب في خانة واحدة وتصب في بوتقة واحدة، وهيك يتكاتفوا النساء وبيصيروا قوة أكبر في وجه القوى الظلامية والقوى الرأسمالية والدولية التي تستهدف القوى النسائية.